قالوا بفعلنا هذا نتوب الناس، يعني أنهم يعودون إلى الله. فقال رحمه الله، قال رحمه الله: والله إن حالهم قبل تتويبكم لهم أفضل من بعد ذلك. أنتم تأتون إلى السراق والزناة ومن شرب الخمر فتتوبونهم بما لم يشرعه الله عز وجل، فحال الزاني وحال السارق وحال شارب الخمر أحسن من حال المبتدع. أنتم تتوبونهم بغير ما شرع الله عز وجل، ولقد كان حالهم قبل تتويبكم لهم كانوا أفضل، لأنهم كانوا فساقا يخافون الله ويرجون رحمة الله وينون التوبة إلى الله، لكنكم بهذا التتويب المخالف لشرع الله جعلتمهم خارجين عن الدين، مبتدعين يحبون ما أبغض الله ويبغضون ما أحب الله. ثم ذكرت له وللمن في المجلس، قلت: إن الزنا والسرقة وشرب الخمر أخف ذنبا من الابتداع. فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري، أن رجلا كثيرا ما يؤتى به لشربه للخمر، فقال رجل: اللهم العنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ قال ابن تيمية: لأنه سليم التوحيد وسليم الاعتقاد، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لعنه. قال: بينما الخوارج الذين خرجوا عن شرع الله قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، إلى أن ذكر ما ذكر من أحاديث الخوارج، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم، وقاتلهم علي والصحابة رضي الله عنهم.